ان شاء الله دايما يا اختي تعيشي وتطبخي صحتين وهنا على قلبك ان شاء الله. وبصراحه يا فريال طبخاتك عم تذكرني بطبخات المرحومه امي، وانت ماشي على نفس الخط. لا ايوه اخي، شو جاب طبخي لطبخ امي؟ صدقيني يا فريال انا ما بجامل حدا، اخوك ما بيعرف الجميل. والله بعرف يا اخي، يعني عدم المؤاخذه انت ما كنت هيك بالاول، يعني كنت تقلي انه الحياه هي فن التعايش والمسايره والمداراه، بس يعني عدم المؤاخذه بعد ما صرت رئيس محكمه الجنايات يعني ولمع اسمك هيك بميدان القضاء صرت تزين كلامك بالميزان. طبعا لانه ارائي الان اراء مسؤوله، والمجامله والمداراه قد يساء فهمها. بس انت كمان لا تاخذني بالكلمه، صاير عابس وجدي كثير، وفي ناس عم تقول عنك انه وشك ناشف ولا بتنحلب ولا بتنجلب. وشلون بدي انحلب وانجلب بقى؟ شوف اديب، قضايا الناس هي اللي عم تفرض علي يكون جدي، وبيني وبينك القاضي لازم يكون جدي حتى بتعابير وشه بكلامه بتعليقاته، وانا اذا بدي اضحك او ابتسم او صحيح، بس هذا الشيء لازم تطبقه بالمحكمه بالقصر العدلي، مو علينا، مو هيك فريال؟ افضح ريشك الا هيك انا. بالعكس اخي بالعكس، لك يا ريت كل القضاة عندهم ضمير مثل ضميرك. شو اسمك انت؟ اسعد بزركان. عمرك؟ 32 سنة. وين ساكن؟ سيدي عمود دخلة الزواريب. شو بتشتغل؟ معلم صحية. ايوه. أنت عم تدعي إنك اشتريت البيت اللي ساكنه من أمك، مو هيك؟ معلوم سيدي، ودفعت لي حقه على دوز بارا، وليك الاختيار قدامكم اسألوها. يلي عم تقول عنها اختيارها بتكون أمك. عيب عليك. بقى احكي عنها بأدب، فهمت؟ سيدي كانت أمي، كانت. بس لما أنكرت إنه أنا اشتريت منها البيت ما عاد أمي. هي الكركمي اللي قدامها. اخراس واحكي بأدب. شو اسمك انت يا اختي؟ فوزية دوز بارا سيدي. انت بعتي البيت اللي ساكنتي لابنك؟ اعوذ بالله، شو انا مجنونة يا سيدي القاضي لحتى بيع البيت؟ وين بدي روح باخواته؟ كم ولد عندك انت؟ عندي 7 شباب وبنتين، بقى معقولة انا ضيع لهم حقهم يا سيدي؟ شو انا يهودية؟ لا تكتب يهودية عندك بالضبط. شو ردك على والدتك يا أسعد؟ سيدي أنت ما بتعرف للوالدة، الوالدة العفو منك يعني بتحكي أشكال ألوان وكل ساعة بتخترع قصة، بس الله وكيلك، الله وكيلك أنا اشتريت منها البيت ودفعت لها حق البيت كاش، بعدين هي العقد قدامك. صحيح هالحكي يا فوزية؟ لا يا سيدي مو صحيح منه، بس ابني الله يرضى عليه أسعد دائما بيحكي عليه وبيقول عني اني انا خرفانه بقطش وبالحش يا سيدي، بس والله يشهد الله اني انا ما بعته البيت ولا بحياتي جبت هي السيره على لساني. بس انت يا فوزيه موقعه على العقد وهي العقد قدامي. لا يا سيدي مو صحيح منه، انا ما وقعت لانه انا ما بعرف بكتب يا سيدي. لك مين يلي وقع؟ والله ما بعرف، بس ابني اسعد الله يرضى عليه اجا وقال لي قومي بدي اخذك اعمل لك هويه جديده، لانه هي الهويه صارت مشرشحه وانت مالك حاطه غطاء على راسك، وصار يدهلز لي يا سيدي ويسايرني لحتى قمت ورحت معه على المصور وتصورت هنيك، واخذني يا سيدي ما بعرف لوين وصار يبصمني على الوراق، وانا كل فكري انه من شان الهويه. لا والنكتة إنه أنا لا بعرف أقرأ ولا بعرف أكتب ولا بعرف أنضرب على قلبي يا سيدي، هي هي كل القصة. طيب شلون بتبصمي على ورقة ما بتعرفي شو في بقلبها؟ يو اسمعوا على هالسمعة، في أم بتأمن لابنها يا سيدي؟ معك حق. طول بالك سيدي، شو معها حق؟ لك هي وحدة ختيارة ومخرفة مو عارفة شو عم تحكي. خراس خراس وبلا وقاحة، بعدين ضب هالمسبحة من ايدك واقف باعتدال. انت واقف قدام المحكمة، يخرب بيتك ما لقيت تتقاوى غير على امك. سيدي هلا شفنا بهذا الحكي، الوراق عندك نظاميين ومزبوطين، والمخلوقة اعترفت بعظمة لسانها انه بصمت بدون اي اكراه، مزبوط ولا لا؟ انت مراوغ ووقعتك سودا، بنصحك توكل محامي لانه شغلتك عويصة شوي.
رفعت الجلسة للساعة 27/7/2011. هلا كل ما اجينا لعندك بدك تتحش لي راسك بهالوراق. الحق معك يا اختي، بس شوفت عينك الشغل فوق راسي. يعني معقولة انا قاعد ببيتك وعم ارقل وانت عم تشتغل؟ والله مو حلوة منها. ولا يهمك اتيب، خذ راحتك دقيقتين وبكون خالص. لانه مشكلة في قضايا بدها بحث وتعمق ولازم تندرس على رواق. يعني مثلا اليوم اجاني واحد سرسري ازعر محتال على امه ولاطش من البيت والقانون معه ووضعه نظامي وما بقدر اعمل معه شيء ودبر هذا بتدبر. لك حبيبي انت ليش حامل السلم بالعرض؟ طالما وضعه نظامي مثل ما عم بتقول احكم له بالبيت وخلصت القصة. ما في قناعة يا فريال، ما تشكلت عندي قناعة. ويا ترى قناعة القاضي بتأثر على القضية؟ للأسف القناعة أو عدمها غير كافية، المهم القرائن والوقائع والوثائق. أنا برأيي أستاذ منير إنك تجيب هذا المتهم وتطرقه كفين ثلاثة تخليه يكر كل شيء عنده وبلا هالمطمطة وجعة الراس. يا حبيبي عليك شو فهيم، إيش مفكرنا عايشين بعصر محاكم التفتيش؟ قالوا نعم. نعم أنا القاضي منير بيرغتار. مين؟ صياح الأجرب؟ شو بدك يا صياح؟ ليش عم تدق لي على البيت؟ أخي جلستك بعد 20 يوم والجواب بتسمعه بالمحكمة. نعم؟ شو بدك بعنوان بيتي؟ ها هيك لك بدك تبعت لي هدية؟ وشو المناسبة بقى؟ شوف يا صياح، قسما بالله إذا بتعرض تاني مرة رشوة علي لأرفع عليك دعوة ودكك بالحبس حتى ربي فيك بيت الأجرب كلهم، فهمت؟ يخرب بيتك شو قليل وجدان؟ العمى! شو هالناس هي؟ شو الوقعة هي؟ العمى! شو هالزمن هاد؟ خير أخي شو في؟ واحد اسمه صياح الأجرب بده يبعث لي هدية طعم كنبات. ليش شو جرمه هذا؟ ضارب شرطي وفازر له عينه. وبركي الحق على الشرطي. بيقوم وبيفزر له عينه ليك وعلى الحكي هاد. هاي معملكم قهوة. ليش ما فتحتي له سيرة جارتنا ام غزوان؟ ليك والتاني؟ لك كيف بدي افتح له السيرة؟ مو شايفه كيف عم بخانق دبان وشه؟ طيب هلا شو بدنا سايب الهدية اللي بعتتها معنا؟ شو بيعرفني؟ منرجع له اياها. وبركي حبسها؟ بده يحبسها. ام غزوان رجعت الموبايل لصاحبه من بعد ما سرقته. لك اخي وبعرفه بده يحبسها لو كانت بنت اكربوز. انا رح افتح. مساء الخير. مساء الخيرات اهلين. هون بيت القاضي منير بيرقدار؟ نعم، شو بتريدي منه؟ بدي احكي معه كلمتين لو سمحت. انا منير، تفضلي امري. مو معقول حضرتك القاضي منير بيك؟ ايه انا، اي خدمة؟ ما شاء الله عنك، مع انك مو كبير، ليش هيك قالوا لي عنك كبير كتير؟ يا ستي الله يجبر بخاطرك، امري. هلا هيك بدنا نحكي هون على الباب؟ بخصوص شو بدنا نحكي؟ يعني هو الموضوع خاص شوي، ما بينحكى هون على الباب. شوفي لقلي، إذا بدك إعانة أو ما معك أجار بيت أو أبوك بده يعمل عملية وما معك أجار الطبيب أو إذا عندك أخوات يتامى ومحتارة شلون بدك تطعميهم أو إذا بدك تفوتي تساوي لي البيت ولازمك كم قرش، أنا رح أعطيك 500 ليرة وادعي لنا، أنا ما بدي شي منك. لك الله يسامحك يا أستاذ، الله يسامحك. يعني شو شايفني قدام منك؟ مشرشحة كتير ولا عن جد شكلي وحدة شحادة؟ عدم المؤاخذة، لك شو بدك أنت؟ هلا هيك نضل واقفين عم نحكي هون؟ ما بدك تقلي تفضلي؟ هلا ليش الموضوع؟ ولكل حادث حديث؟ ايوه شكله عندك حدا جوا بالبيت، مع انه قالوا لي عندك على الزاويه. لا حول ولا قوة الا بالله. شو اسمك انتي؟ مخدومتك اسمي صفية الدودو. صفية الدودو؟ وشو بيقربك زكريا الدودو؟ ابي يخرب بيتك،
أبوك زكريا الدودو يلي قتل بياع الفستق الحلبي على طريق الربوي وسرق له الغلة؟ مظلوم يا أستاذ، وحياة الله إنه مظلوم. مشان هيك أنا جاي أتفاهم معك لوحدنا، يعني بصراحة أبي ما عنده شيء يقدم لك يا ولا حتى إنه يهديك يا. وأبوك عنده خبر؟ إيه، ما أبي هو اللي بعتني لعندك لما زرته بالسجن، حتى هو اللي دلني على بيتك كمان. بعتك لعندي؟ شوف يا صفية، قسماً بالله لو لأنك صبية صغيرة ومالك فهماني الله وين حاطيك كنت أصدرت بحقك مذكرة توقيف بتهمة الأغواء وزتيتك جنب أبوك بالسجن. ليش أنت قاصر أستاذ؟ يعني أنا اللي بعرفه أنه القانون بيعاقب على أغواء قاصر مو على أغواء قاضي. يا عم ما أوقع هيك، لك معقولة اللي عم يصير؟ والله لو القصة مو صايرة معي ما بصدق. نعي مو شو ليه؟ نعي يلا ماشي، رح نقلع مثل ما بدك. ما بدك تشحدني، إن شاء الله عنك ما شحدتني. بس روح الله يصطفل فيك شو إنك واحد بخيل. خدي بس الدعيني رب دور على جوتك الدعيني. صباح الخير استاذ. أهلين أبو طارق، شو بلاقيك هون؟ إيه والله يا استاذ منير، إجازة هلأ 3 أيام. طب ليش 20 يوم مو شايفته؟ شو بدي أساوي يا زهرة؟ هاي الحدود ما فيني أتركها. سمعت إنه المركز اللي حاطينك فيه صعب كتير. إيه والله يا استاذ منير صعب كتير، كل يوم خناقة مع المهربين، واص ورمي قنابل وما بعرف شو. وليش نقلوك لآخر الدنيا؟ طبعا ما بدي اسمع كلمه لحدا، لانه انا زلمه بدي اكل لقمتي بالحلال. يعطيك العافيه استاذ، بالاذن. الله معك، مع السلامه. لك حدا بيسرق الجامع يا قليل الاصل؟ سيدي القاضي، هذا الكلام غير صحيح. موكلي لا يمكن يرتكب هيك عمل شائن ابدا. بس في ناس شافوه وهو عم يفك التريا الاثريه وبده يسرقها. يا سيدي لا بدي اسرقها ولا شيء، كل القصه انه شفت لمبه محروقه بالتريا فقلت رح بدل لهم اياها بوحده جديده. يا سيدي هي هي كل المشكله. لا تحكي بدون ما حدا يسالك. حاضر. سيدي القاضي اللي عم يحكيه موكلي صحيح. وشو الدليل؟ سيدي انا عندي 3 شهود. الأول مستعد يحلف إنه هو شاف اللمبة المحروقة بنص تريا بعينه، والثاني كمان مستعد يحلف إنه هو اللي عار السلم لموكلي لحتى يطلع ويبدل اللمبة القديمة، والثالث كمان بيحلف إنه هو شاف بجيبة موكلي اللمبة الجديدة اللي بده يغيرها بالقديمة. وين الشهود؟ سيدي بنعمل لهم بطاقة إحضار، ما في مشكلة. يا مهدي اكتب مذكرة استدعاء شهود. الله معكم. شكرا سيدي القاضي. اهلين استاذ، ممكن سؤال؟ خير؟ مضبوطة الخبرية اللي سمعناها؟ أنو خبرية؟ عم يقولوا المهربين قاتلين الجمرجي أبو طارق. أعوذ بالله، شو الحكي؟ من 3 أيام ما كان في البلد. والله هذا اللي سمعناه، وعم يقولوا ماسكين المهرب أبو شيهم ناب الحناش وهو اللي مقوصه. البقية بحياتك والله يعوضك بابنك الصغير. حياتك الباقية إن شاء الله. بقى شو قلتي يا أستاذ منير؟ فيك تساعدني بهالموضوع؟ والله أنا ما بثق بحدا من القضاة غيرك. بصراحة الموضوع عويص شوي. ليش عويص؟ إذا القضية مو عندك اطلب من الوزير يحول لك هالقضية حتى تحاكم المجرم بنفسه وشوف شو بيقول لك. والله يا أستاذ منير أنا ما رح أرتاح لحتى هالمجرم ياخذ جزاء اللي بيستحقه، وأنا بثق فيك. شكرا على الثقة الغالية يا زهرة.
شكرا. أنا بقدر حرصك بتبني هالقضية أستاذ منير، وسجلك القضايا طبعاً بيشهد لك بالتفاني والنشاط والمسؤولية والبعد عن الهوى والنزوات الشخصية. ونظراً لكفاءاتك كلياتها هي، أنا رح حول لك قضية المتهم أبو شيهة من نابل حنش لحتى تكمل فيها تحقيق. الله يوفقك. شكراً، شكراً لثقتك الغالية سيادة الوزير. موفق. عفواً عمي، والله بلا زغرب، تعرف لنا الأستاذ منير وين ساكن؟ أنا الأستاذ منير. وصلنا. نزل نزل صبحي، نزل بسرعة. لحظة لحظة، هدول هدية بسيطة أستاذ بتليق لمقامك. نزل شبنا يا صبحي، نزل. عم أقول لك لا تنزل شي. مين حضرتك؟ محسوبك محدين الصعلوك، أخو لأبو شيهة من نابل حنش اللي مسكوه قضية الجمركجي. حبينا نستفقدك بالكم غرض أستاذ. اقلع من هون ولا؟ اقلع من هون. لا يا أستاذ، عم تقلعني من قدام بيتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. عم أقول لك اني اقلع من هون قبل ما أجيب لك الشرطة. اقلع. شرطة؟ خوفتني والله. شو مو عاجبتك الهدية أستاذ؟ هاي فتحتن بس، الباقي جاي على الطريق. ولك اخراس؟ اخراس واقلع من هون، يلا. ايه شو عليه؟ والله تعض اصابيعك ندم لسه. أنت متهم يا عباس نابل حنش الملقب أبو شيهم بإطلاق النار من بارودة حربية على الضابط غسان الملاح أثناء قيامه بواجبه بمنع التهريب. شو قولك؟ هذا الكلام غلط ومستحيل كمان سيدنا. شو كنت عم تساوي بوادي صخر ليلة الجريمة الساعة 2 بالليل؟ كنت عم بهرب حليب أطفالي وشوية أدوية مفقودة. أنا بعترف بغلطي، الله يلعن الشيطان وغضبه. بس رجال الجمارك مسكوا معك حشيش وأسلحة ومشروبات روحية. هذا الكلام مو صحيح سيدي، بدلوهم، الأعداء كتير. وليش حامل سلاح حربي؟ الواحد بالبرية بيخاف على حاله سيدنا، من شي طبع كاسر، من ديب كلبان، من قاطع طريق ابن حرام، هي القصة. بس الرصاص يلي قتل فيه الجمركجي غسان الملاح من نفس الرصاص اللي كان ببارودتك. شو بس انا حامل باروده؟ ما كل الناس صار عندها بواري. وليش بارودتك كانت ناقصه رصاص؟ انا كنت حاضر عرس وقوصت، هي القصه. انا بعترف بذنبي. يعني ما قوصت على رجال الجمارك؟ اعوذ بالله، تنشل ايدي من الباب اذا بقدم على ابن حكومه حتى لو كان اذن. مو عيب يا سيدنا؟ صحيح انا مهرب بس عندي ضمير وطني. برضاش انت وياه سكوت، احسن ما طالعكم برات المحكمه. احكي لي لشوف، احكي لي بالتفصيل، كيف اطلقت النار؟ ألو؟ دير بالك، أحسن ما يصير فيك مثل ما صار بالتورها. ألو؟ 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 أهلين فريال. لا 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 لا، يلا نص ساعة بكون عندكم. يلا. ولي على قامتي عليك يا منير، هذا مجرم ومستقصدك. لو ما كان مجرم فعلا ما كان عمل هالعمايل. انت متأكد انه هو نفسه اللي عم يبعث لك التهديدات؟ واذا فرضنا انه هو رح يقدر ينفذها؟ فالله ولا فعلك. لك تف من تمك قديم، شو عم تحكي انت؟
شو رأيك يا أستاذ منير تيجي تنام عنا بهالمدة؟ الله يخليك منير، نام عنا، أنا ما رح أرتاح أبداً إذا أنت نمت ببيتك. وافرضيني كنت متجوز وعندي أولاد، شو بيطلع بإيدهم يساوي يعني؟ لك حبيبي أنت لانك متجوز ولا عندك أولاد، ليش لحتى تنام لحالك بالبيت؟ نام، ليش لحتى ما نام؟ ولا يهمك فريال، هدول ضفادع ما بيطلع بإيدهم يمعصوا نملة. إيه بس بعتولك رأس عجل وأنت بتعرف شو معناتها. هدول مجرمين وقتالين قتلة ومو فارقة معهم لا قاضي ولا ماضي وما في عندهم لا إنسانية ولا ضمير. سيدي يلي كاتبه الله بده يصير، وما بعتقد يتمادوا أكثر من هيك. أخي اعتذر من هالقضية، ما فيك تعتذر يعني؟ إذا اعتذرت عن القضية ضاع غريمنا، والقاتل رح يطلق سراحه ورح يتفتل بين البشر مثل ما بيتفتل الديب بين النعجات. معقول؟ ليش لحتى يضيع غريمنا؟ لك يا فريال، شمس بلادي وبعرفها تماماً. صحيح الشرفاء بالقضاء كتار وكتار كتير، بس شو بتحكي الواحد هلا؟ خليني ساكت. بس يا أخي أنت مهدد. مهدد غير مهدد، أنا ما رح أتراجع أبداً. مو أنا اللي بخاف يا فريال، مو أخوكي منير بير أقدار يلي رح يهرب من إحقاق الحق. ولو يا فريال، ما عدت تعرفي أخوكي هلا؟ بعرفك والله يا أخي بعرفك، والله يبارك بالبطن اللي حملك. منير احكي له لأديب عن هذا المجرم اللي انبحث بالمحكمة ورعب خلق الله. احكي له. أنا مجرم؟ اسمع أديب، بزمانه وأول ما استلمت الجنايات كان في عندي قضية ضد سجين شرس اسمه حوت المهاجع، وتهمته هي القتل العمد عن سابق تصور وتصميم لزميل له بالسجن، ويظهر في بيناتهم عداوات وتارات. لما طلع على التنفس بالسجن شاف غريمه، قام هجم عليه بنطة واحدة وذبحه من ناح رقبته من الوريد للوريد، مما سبب له فيما بعد إعاقة دائمة وثبتت رقبته بمطرح واحد. ولما اجت محاكمته دخل ووقف قدامي زلمة قصير أسمر غامق نحيف كتير، حناكم خفسة خفيف مثل القرد، وعيونه نارية وجعير ومو شايف حدا قدامه ومو طايق يطلع فيني. قلت له انت حوت المهاجع؟ قال لي هو عم يطلع بالشباك هيك بيقولوا. قلت له هات لشوف يا حوت المهاجع، شو بتساوي انت؟ شو بتساوي حتى سموك هالاسم المبهدل؟ وما شف لك الا واحد بغمضة عين شلح قميصه وصفي بالزلط وطالع شفرة مدري منين طالعها، وشق بطنه فيها بشختة واحدة من اليسار لليمين، وكفت الدم اندلق كرشه انتكت تكراره، وحمل هالعفشة بين ايديه هو عم يطلع فيني بدون ما يرفله جفن، وقال لي هيك بيعمل حوت المهاجع. عمل عمل عمى لك شو الزلمة هاد يا لطيف؟ ليش هيك عمل؟ شو قصده يعني؟ قصده يخوفني، بس وحياتك حكمته حكم مرتب، يعني أقصى حكم سمح لي فيه قانون العقوبات حكمته فيه. عال والله هذا اللي كان ناقص، يعني بدل القضاة ما يربوا المجرمين صارت المجرمين هي اللي بدها تربي القضاة. انتصرنا والله. وإمتى الحكم على هذا أبو بطيخ أبو شيهام؟ بعد شهرين القضية مستوية. الجلسة الآن للنطق بالحكم. حكمت المحكمة على المتهم عباس ناب الحناش الملقب أبو شيهم بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة، مع إلزامه بدفع تعويض مقداره 1,000,000 ليرة سورية لورثة المرحوم غسان الملاح، قراراً وجاهياً غير قابل للطعن صدر وأفهم علناً. رفعت الجلسة. تفضل. يسلموا. الله يسلمك. علينا الصوت شوي. تكرم. علينا الصوت يا حسن. شو هذا البرنامج اللي طالع؟ هذا برنامج الحقيقة في خدمة الشعب. ايوه. سيداتي سادتي، أقدم لكم في هذه الحلقة مقابلة أجريتها مع عباس ناب الحنش
أبو شيهم، والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما مع الأشغال الشاقة، وذلك بتهمة قتل أحد عناصر الجمارك. أبو شيهم مرحبا. أهلين، أهلين وسهلين. كيف رح تقضي هالعشرين سنة بالسجن؟ صدقيني يا أنسي، أنا ندمان، ندمان، ويا ريت يعلمونا بهالسجن مهنة مفيدة لما أطلع برات السجن آكل لقمتي من عرق جبيني. طيب يا أبو شيء، نعم، ممكن تحكي لنا شو اللي خلاك تمشي بطريقة؟ مستحيل والله يا مستحيل يا ناس. أنا من يوم خير مني شبه مو هذا أبو شيء هم اللي حكمته 20 سنة. أبي هذا منو؟ شو بعرفني؟ هذا غير شخص، غير شخص تماما. لو كنت طلع فيه منيح لتكون متوهم. لا 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 أبدا ما لي متوهم. لك يا ناس يا عالم، مو هذا أبو شيهم، مو هذا أبو شيهم، هذا شخص تاني، هذا شخص تاني تماما يا ناس. لا شخص تاني، شخص تاني مختلف. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين. في حدا بده يقعد جنبك؟ لا لا. تسمح لي أقعد؟ تفضل تفضل. أهلا وسهلا. إيه شكرا. يا الله يا الله خيي. حلو الطقس اليوم، حلو كثير مو هيك؟ إيه حلو. بس اليوم سمعت بالنشرة الجوية إنه درجات الحرارة رح ترجع تنخفض من جديد، ويمكن صار بدها ما صوت المسألة. مزبوط. بس منين يا حسرة؟ يعني رجال متقاعد مثلي منين بدي أمن حق المازوت؟ أنا من غير دفع برقص. بعدين المازوت مهما كان حقه رخيص، يعني أنا مو ناقصني أدفع فاتورة زيادة. إيه لك محسوبك أبو شكري خبيص، عمري 70 سنة، متقاعد من زمان. علي وسهلي. تعرف قديش راتبي التقاعدي؟ لا والله. قدي يا سيدي؟ راتبي 6000 ليرة مع تعويض التدفئة، وعايش لحالي، بيت صغير وحداني، لا إلي ولا علي، وما في حدا وراي وما في حدا قدامي، رضيان بهالعيشة ومسكر على حالي بابي وعايش عزابي، لأنه ولا واحدة رضيت تتجوز حضر الجنابي. هيك ها، هيك ابتسم وعمره ما حدا يورد. وبصراحة هاي أول مرة بشوفك فيها عم تبتسم، لأني من شهر وأنا بشوفك بهالجنينة وأنت عم تصفون وتشرد وتضرب أخماس بأسداس، وكأنك حامل هموم الدنيا على كتافك. ولك اضحاك يا ابني، اضحاك يا ابني وفراح، ما حدا أخذ معه شيء. مثلاً هاي أنا قدامك عمري هالعمر وعم دفش كل يوم بيومه، وعمري ما طلعت برات هالبلد فشخة. يعني بشتهي سوح، سافر، روح على البحر، على شي مصياف، فوت على مطعم، ما في مجال، ما في مجال النوب. الله عارفني وناتفني ومصبرني على حياتي. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. والله الحال من بعضه يا أبو شكري، كأنك عم تحكي قصتي. ليش شو قصتك؟ هات لشوف. سمعني ابني سمعني، معليش فش قلبك. بديها
هاي هي كل القصة يا أبو شكري. من طقطة لسلام عليكم. الله يسامحك يا سيد خليل. مو خليل قلت لي اسم حضرتك؟ بلى. صدقني يا خليل قصتك كلها على بعضها يعني ناكتة وبسيطة وما بتستاهل، يعني أنت محملها فوق ما بتتحمل بكتير. هلا صار الحق علي؟ لا مو مسألة الحق عليك، بس يعني معقول تحزن وتنهم وتعمل بحالك هيك؟ صدقني أنا عشت 70 سنة وما مرق علي رجال مثلك، وما بعتقد رح يمرق كمان. يا أبو شكري، يا أبو شكري عم نقول لك الوالدة بدها عملية، العملية بتكلف 50,000، ما معي منه غير 30,000 بطلوع الروح دبرتهم من هون ومن هون. شو بتشتغل حضرتك؟ آزم مدرسة. وقديش في عندك أولاد؟ أولاد؟ لك ما قلت لك يا أبو شكري قصتي مثل قصتك، يعني ما أحلاني وأنا بهالحالة المزرية هي رايح متجوز قال وجايب أولاد، أولاد. سيدي الله بيعين. ونعم بالله، بس يعني نجيب أولاد لحتى نظلمهم بهالحياة الصعبة اللي ما بترحم. طيب ما حاولت تاخد قرض مثلا؟ ليش فكرك 30,000 اللي معي منين جبته؟ بعدين راتبي أنا يعني شو بدي أقول لك؟ يعني مثل 6,000 ليرة تبعك، شو بده يتحمل ليتحمل؟ يا دوب عم يتحمل أجرة هالبيت ودواء الوالدة. طيب ما عندك أخوات قرايبين؟ لا أنا مقطوع من شجرة، أبي جابني على هالدنيا واتكل على الله، بعدين قرايبين دخيلك ودخيل القرايبين، القرايب مثل العقارب، ما حدا فاضي لحدا وكل مين شو بدنا نحكي، خلي الواحد ساكت أحسن. الحال من بعضه يا خليل، تطابق بالهم والغم والظروف، بس الله كريم الله كريم إلا ما يقتال حل. لك منين بده يجي الحل؟ ببوس إيدك قلي شو هو الحل، ببوس إيدك. قال كل العالم حوالي مع مصاري وأنا إيدي والحصيرة. اسمع خليل، اسمع ولا تضحك من هالشي اللي رح قلك يا. أنا مرة بتذكر شفت فيلم أجنبي ظريف كتير وحالة البطل مثل حالتك تمام، حالته تعبانة ومو لقيانة نكشة، وكان المسكين مضطر لمبلغ من المال. إيه وشو عمل؟ يلي عملوا إنه راح وطبع وراق صغيرة مثل المناشير يعني، وكتب على هالوراق إنه هو بحاجة لمبلغ معين وحط رقم تليفونه، بعدين طلع على سطح أعلى بناية وطير هالوراق من فوق. إيه وبعدين؟ قال بعدين قال يا سيدي ما مرق 24 ساعة على تطيير الوراق إلا والمبلغ كان عنده من أهل الخير والإحسان. بقى شو رأيك؟ الناس لبعضها يا خليل، والدنيا لسه فيها خير، لا تيأس. يعني قلتك تزبط معي الشغلة؟ ليش لا؟ على كل أنت مالك خسران شي، اضرب هالطينة بهالحيط وجرب حظك. Thank you.
يا حبيبي بس الله ايام زمان يا ابو احمد. خير شوفي؟ عم بتذكر لما كنا اولاد صغار كيف كانوا يزتونا مناشير من الطياره بعيد الجلاء. ايه بس هلا مو وقت عيد الجلاء ليكون عيد الجيش مثلا. لا يا سيدي حزير شو؟ عيد المعلم العربي؟ لا. عيد الشجرة؟ لا. عيد القطن؟ لا. عيد الأم؟ لا. ليلة القدر؟ لك لا. عيد القديس بطرس؟ لا. يوم عاشوراء؟ لا. عيد النهضة العربية؟ لا. ليلة الإسراء والمعراج؟ لا. حرب تشرين التحريرية؟ لا. عيد رأس السنة الهجرية؟ لا. عيد الميلاد المجيد؟ لا. عيد الفطر السعيد؟ لا. عيد الأضحى المبارك؟ لا. عيد طهور جارك؟ لا لا لا. معناته عيد العمال العالمي؟ لا. عيد الفلاحين والكادحين؟ لا. عيد سعد دابه؟ لا. سعد سعود؟ لا. سعد الخبايا؟ لا. سعد بن أبي وقاص؟ لا. يخرب بيتك من قامتك، قلي لشوف شو مكتوب بهالورقة، عيد شو؟ يا سيدي في واحد طالب مساعدة 20,000 ليرة لوجه الله تعالى. بقى شو رأيك بما أنك تاجر والله منعم عليك تساعده وتعطيه هون؟ اختاري. هيك على العمياني بدي ساعده؟ شو شايف نلقط مصاري من على الشجر؟ انتصحنا والله. العاب العاب العاب. والله تفرتك ايدي وتكسر ظهري. ايه دكتور يحيى من هالعذاب؟ اذا عم سمعيني مجال غساله بدك تستني علي شوي، كل شيء بوقته حلو. ايوه. وايه دخلك بده يصير وقت الغساله؟ على زياده الرواتب الجاي ان شاء الله. ولي على قامتي، ايه مالها حرزانه القصه؟ يا دوب المبلغ بيوصل ل 20,000. شو ها؟ يا حبيبي هذا اللي كان ناقص. شو مكتوب بالورق؟ قال واحد بده 20,000 ليرة. ايه انا لو معي هذا المبلغ كنت خلصت منك ومن نقي. قال وجاء عزيز كتابكم. الله يا محسنين الحسنة بعشرة أمثالها. الله يا محسنين. الله يا محسنين. شو هاي؟ شو هالشحاد المتطور هذا؟ بده 20,000 ليرة فرد دفشة. فعلا شحاد أكبر أنا. مساعدة لوجه الله تعالى. لا 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 مو معقول أبدا. كله عم يتطور إلا أنا. لك إمتى؟ لك إمتى بدي بقى أنا أتطور لله يا محسنين؟ لله يا فاعلين الخير حسب الله. لا إله إلا الله. شلونك بوري؟ حيو أنطين شعلمك معيك تكرار. يكفيك شرة ما تدوق حرة. طمني شلون الغلة اليوم؟ شي فوقاني على كيف كيف كيف. لك شو بنا؟ قول الحمد لله حتى الله يحمينا اياها من الزوال. شبك يا رجل؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. ديما النعمة واحفظها من الزوال يا رب. لعمة لك جوا شوفي. قال واحد محتاج ل20,000 ليرة وكاتب رقم موبايله وانا هذا يا طاقين فيوزاته يا مجنون. ما في كلام. شو بيعرفك؟ بركي ماله مجنون ولا طاقين فيوزاته، بركي ماله امين يدينه. يا بوري العالم عم تشتهي نعمة الخبز ابغى وكيله. والله عم تحكي مزبوط. تعرف لك بوري انا صلي خيرات الله ما عملت خير مع رب العالمين وقلبي تعاطف مع البني ادم الله وكيله. ايه شو ناوي تعمل يعني؟ اخي اهلي عم يقول لي انه غلت هاليوم نعطيها لهالبني ادم، شو عليه؟ بركي رب العالمين بيبعد عنا الحساد واولاد الحرام والظلام والشرطه والجنائيه، بعدين لك بوري ما في شيء بيضيع عند رب العالمين دخيل، اسمه كله مقيد. والله عم تحكي مزبوط.
وبيبعدوا عنا العوينية كمان. أخي أنا ما عندي مانع، موافق. ويا سيدي خلينا شي يوم نروح على بيتنا ونحط راسنا وننام وضميرنا مرتاح. ذكرتني بدي غير المخدة تبعي. وقديش اليوم الغلي؟ أخي بيطلعوا له 18,000 ورقة. كتير منيح، معناته حطهم بظرف ودق له على الموبايل ولا من شاف ولا من دري. شفت ليش بحبك؟ لأنه قلبك طيب لك بوري. السلام عليكم أبو شكري. أهلين خليل. وعليكم السلام والإكرام. شلونك؟ شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله. والله يا أبو شكري الطريقة اللي حكيت لي عنها يمكن تزبطها، وأنا ممنونك كتير. يعني التقى ابن الحلال اللي ممكن يساعدك؟ من شوي اتصل فيني شخص وقال لي إنه المبلغ جاهز، وقال إنه رح يبعته مع شخص تاني. معناته لسه في خير بالبلد. إيه أكيد، معلوم يا أبو شكري معلوم. هو صحيح المبلغ اللي طلبته حضرتك مو كتير، بس كيف ما كان رح ينقذ الوالدة ورح تقدر فعلا تدفع لها أجرة العملية. ولو كان كل إنسان مثلك ما عنده طمع وعم يطلب حاجته ما كنا وصلنا لهون. سيدي الله يعطينا حسب النوايا. شو أبو شكري؟ كأنه أنت ما عندك غير هالجنينة تقعد فيها هون. أخي المتقاعد يلي مثلي وين بده يروح يعني؟ أنا من زمان كان حلمي إني سافر برات البلد بشي رحلة سياحية ولو لمرة واحدة بالعمر، اتعرف فيها على بلاد الله الواسعة. بس يبدو ما في نصيب. تي 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 تي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. باسبوري فاضي ما عليه ولا ختم، نظيف مثل ما ولدته إدارة الهجرة والجوازات. ومشتهي على ربي يتجلغم بشي ختم. بس عباس ما في ثمرة، الظاهر رحنا المتقاعدين ما عنا إلا سفرة واحدة، سفرة بلا رجعة، سفرة أبدية. شو عم تحكي؟ بعيد الشر عنك يا أبو شكري، بعيد الشر. بتعرف يا خليل، مرة قريت بالجريدة عن حادثة صارت بالسويد. قال مرة مدرسة لغة طلبت من تلاميذها يكتبوا موضوع عن رحلة قاموا فيها خارج السويد. بتقوم طالبة بتكتب إنها ما طلعت برات السويد ولا مرة، ولما قريت المعلمة الموضوع قامت الدنيا وقعدت واجتمعت إدارة المدرسة وأولياء التلاميذ والوزارات المختصة وصارت ضجة إلها أول ما لآخر، إنه كيف طالبة بالمرحلة الابتدائية ما بتطلع برات السويد، شغلة ما حدا تقبل منوب. وقرر المسؤولين إنهم ينظموا رحلة لكل طلاب المدرسة لجميع أنحاء أوروبا على حساب الحكومة. بقى هنيك عيشة وهون عيشة يا خليل. ايه بشكري سويد، عم بتقلي سويد. خليل، سيد خليل، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك سيد خليل؟ ايه هو بذاته. أخي هاي ظرف، في قرشين يمكن أنت بعثتهم هلا، يمكن. السلام عليكم. الله يجزيك الخير، الله معك. سلم اليدين. الحمد لله، ألف الحمد لله يا خليل. ثمنتعش لعمر، لك طلبنا 20، هدول 18. أكيد هذا اللي بعثوا لي المصاري معه قايم 2000 وحطهم بجيبته. لعم على دناوة هالنفس، لك شو هالعالم هي؟ لا حول ولا قوة، منين بدك تدبر 2000 ورقة هلا؟ فعلا دناوة نفس، بس عند مين يا ترى؟